فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الطالب المبتدئ له أن يقرأ في كتب الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وحده بدون قراءة على شيخ معين؟ اقرأ المقررات، لا بد يكون عندك ملكة من العلم، أو تقرأ وأنت ما سبق لك أنك طلبت العلم. إذا كان عندك ملكة من العلم اقرأ من كتب العلماء ما يزيد معلوماتك ويوثق معلوماتك من كتب الشيخ ابن سحمان وغيره. أما إنسان ما عنده أصل ولا عنده مبادئ ويبي يطب بالردود يقرأها وهو ما عنده مبادئ ولا أصول، هذا ما ينفع، نعم، بل ربما يضل أكثر، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وهذا الذي يدعونا نكرر، نقول تعلموا قبل، تعلموا إما في الكليات والمعاهد على أيدي المدرسين، أو تعلموا على أيدي العلماء في المساجد. لا تقتصروا على القراءة وعلى المطالعة من غير تأصيل من قبل، نعم.